دينا الشربيني تكشف حقيقة ارتباطها برجل متزوج. كشفت لأول مرة مواقف من طفولتها، أكدت أنها لا تثق في موهبتها الفنية رغم مشوارها. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات دينا الشربيني. دينا الشربيني كشفت الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية خلال لقائها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وأكدت أنها كانت في مرحلة الطفولة كانت طفلة شقية وعنيدة وتتمنى ألا تنجب أي أطفال مثلها في فترة الطفولة. رغم نجاح دينا الشربيني فنياً، لكنها حتى الآن لا تثق بموهبتها الفنية، وقالت نصاً: معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لا، ولحد دلوقتي أنا ممكن أبقى بمثل زفت. تطرقت دينا خلال اللقاء لحياتها العاطفية، وكشفت أن أكثر ما يزعجها في العلاقات العاطفية الكذب والخيانة، وتحدثت عن اتهامها بخطف رجل متزوج من عائلته، وقالت: مش على راسي بطحة أو إنه لازم أطلع أدافع عن نفسي. دينا الشربيني مرت بالعديد من العلاقات العاطفية، وخلال العلاقة الأولى اكتشفت خيانة حبيبها مع صديقتها ورفضت مواجهتهم وفضلت الانسحاب. ارتبطت دينا الشربيني بعمرو دياب، وتعتبر هذه العلاقة هي الأشهر في حياتها، وظهرت طوال فترة ارتباطهما برفقته في العديد من المناسبات العامة، بالإضافة إلى أنها كانت الموديل الأساسية في كليب أماكن السهر. بشكل مفاجئ أعلن ثنائي انفصالهما، وتردد وقتها أن السبب في ذلك أن دينا طلبت الارتباط بعمرو دياب بشكل رسمي، بالإضافة إلى رغبتها في الإنجاب، وذلك عكس الاتفاق بينهما في بداية الزواج. رفضت دينا الحديث عن علاقتها بعمرو دياب بعد الانفصال، وأكدت أنها ما زالت تحترم علاقتها به التي كانت من أفضل الفترات في حياتها، واعترضت على تدخل أغلب الأشخاص على السوشيال ميديا في تفاصيل حياتها الشخصية، وطالبت باحترام تفاصيل حياتها الشخصية، خاصة وأنها لن تستطيع الحديث عن طرف آخر في غيابه.